وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم اللي سقسينا يعني بعد صلاة الجمعة غالبا درسن عرقن آية الكرسي جماعة بعد دبور صلاة. لا أخي الكريم، كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت ولا يشرع فيه فالاجتماع عليه غير مشروع، بمعنى يكون بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتم نصلي، فالصلاة كلها دعاء كلها ذكر ولله الحمد. أما بعد الانصراف من الصلاة الفراغ منها بالسلام عليكم وغني الله الذكر، الأدعية الواردة الموقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليه نص في قراءة القرآن جماعة ولا الدعاء جماعة ولا آية الكرسي جماعة، كل واحد يقرأها بوحده. آية الكرسي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يقرأت وحده كي قلت ثاني قرأت وحده، ولا الأذكار دبر الصلاة ولا أدعية دبر الصلاة، كل واحد يقرأ بوحده. أما باش تسمون جماعة ليس من السنة بل هو من المحدثات، والله أعلم.